حبايبي وحشتوني جدا، يسعدني ويشرفني النهارده في اولى حلقات البرنامج اني استقبل النهارده الدكتوره الجميله سهام نصر الخولي. اهلا بحضرتك. نائب رئيس المجلس الدولي واستشاري عام لجنه المراه واستشاري العلاقات الاسريه، منوراني والله حضرتك، منوراني جدا. ان شاء الله برنامج موفق وحبيبة قلبي، ربنا يحفظك يا رب. سمعتي الحكايه يا دكتور؟ سمعتها. اعرف رايك بقى. بعيدا عن رايي، بعيدا عن رايي، اعرف رايي. لا، رايي ان انت مهاجمه قوي يعني الاستاذ السيده. ليه يعني؟ ليه؟ لا انا مش بهاجم والله الست، لا لا لا، انا عايزه نحافظ بس على بيوتنا. اكيد طبعا، بس كده. اكيد هو طبعا الاسلام كرم المراه في حاجات كتيره جدا، واولها اختيار الزوج، ان المراه تختار زوجها. تختاره بايه بقى؟ بمعايير كتيره جدا، اولها التوافق الثقافي والاجتماعي والديني. الديني دي اهم حاجه. لما بيجي عريس لبنتي عامه بسالها انت رايك في ايه، وبدي فرصه ان هي تقول رايها، وبدي فرصه ان هي تشوفه. وانا كأم او كأب او كأسره عامه يعني بيبقى لينا وجهه نظر في الزوج، زوج بنتي اللي متقدم لها انا ليها وجهه نظر. هي بتبقى طبعا فرحانه، عروسه بتبقى مبسوطه، عايزه تتجوز، عايزه تلبس فستان فرح. بس بيبقى في حاجات لازم ناخد بالنا احنا منها. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اخلاقه، دينه. لان انا لو هجوز بنتي لشاب عنده اخلاق ودين هيحافظ عليها كويس جدا، ومش هيبيعها في نص الطريق زي ما شباب كتير قوي بيعملوا في اول الطريق مش في نص الطريق. البنت عامه لما بتيجي بتبقى رسمه فتى احلامها، طبعا انت عارفه وكلنا عارفين. انا لسه بقول يا دكتور بقى ده هيعيشني ملكه متوجه. كلنا عشنا الحياه دي بقى، الخروج والفسح والاغاني والانبساط مش عارفه ايه. فبتيجي طبعا عايزه اتجوز وخلاص. طب ما يمكن هنا بقى يعني مقاطعتك، ما يمكن هي الام ما فهمتهاش الحياه بانها هي شايفه الجواز كله خروج بقى. هو بقى دور الاسره. هو ده دور الاسره، ان انا اللي بشوف الزوج اللي بيتقدم لها ايه العيوب اللي فيه. هي ممكن ما تشوفهاش او ممكن تشوفها وتقول ايه، لا ممكن بعد الجواز التسهيل التفاهم صالح ممكن بعد. لا ده غلط. في اسر كتير جدا وانا اعرفها شخصيا، بيبقى البنت مثلا وسن الجواز ده ضروري جدا. ان الناس دلوقتي عايزين يغير الفكر والمفهوم اللي هم دلوقتي ماسكين، ان سن البنت طالما 28 29 دي تبقى مصيبه. ازاي انا بنتي 28 29 وما تقدم لهاش عريس؟ طبعا ده مفهوم خاطئ، وده هو اللي بيسبب الطلاق. ليه بقى؟ بيجي العريس بيتقدم اهلا وسهلا بيه، انا الاسره بتبقى شايفه فيه عيوب، والبنت نفسها بتبقى شايفه فيها عيوب. زي قصتها ديت. من ضغط الاسره عليها، اتجوزي بعد الجواز ممكن يتصلح، بعد الجواز ممكن. انا بصراحه ودي ناس انا بتاذي انا شخصيا، لا وناس كتير قوي عايشاها، خلي بالك عايشاها على الواقع. اصل ايه حكايه ان بعد الجواز هيتعدل دي؟ انا مش فاهمه. لا مفيش، ده طبع. مش هيتعدل، مفيش، ده طبع. الا اذا ده طبع. لو انت ست بقى قويه شويه. لا مفيش، وتعرفي تظبطي الدنيا. لا بس اقول لك حاجه، في طباع، في طباع للرجاله ما بتتغيرش. ده لو بخل، ممكن لو بخل، لو كذب، لو انما ممكن. انا بتكلم هنا ايه، ان هو مثلا لو لا عصبي. لا وفي اخلاقيات، وفي اخلاقيات، بس انا بتكلم هنا لو هو عصبي، لو هو مثلا حد سلبي في لو كل عصبي حاجة. دي انا ممكن بالراحة. لا العصبيه انا ممكن امتصها باحتوائي للموقف. بس هو الراجل مش عايز ست قويه قدامه، مش عايز ست قويه، وهي كمان عايزه رجل يحتويها. تمام، ما عنديش مشكله. معلش انت بتقولي ان الست بس انا لا شده الاول متشيكه واوكي وجميله جدا ومستنيه جوزها. ماشي، هي لازم تشوف ايه عيوبه، ولو هي هتتحمل عيوبه دي اوكي، وهو يشوف برضه عيوبها. لو هو هيتحمل عيوبها خلاص بعد أوكي. الجواز بقى يعني لسه هنشوف العيوب دي بعد الجواز. بصي، ما هي فتره الخطوبه دي اهم فتره، مهمه جدا طبعا. اهم فتره. ليه بقى؟ انت جواز طبعا، البرنامج عن جواز الصالونات، هي الحلقه دي عن جواز الصالونات بس. الحلقه دي الحلقه ماشي تمام. هو جواز الصالونات دي حاجه جميله جدا انا بالنسبه لي. ليه بقى؟ لان الشاب بيخش البيت او المكان بطريق مشروع وبطريق محترم، ان هو بيشوف البنت او اخته، امه، اي حد من قرايبه بيشوفها، انا في فلانه كذا 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 كذا. ده من رايي يعني. انت قصدي حضرتك ان هو بيختار اللي هو عايزه؟ لا مش بيختار اللي هو عايزه، لا مش المواصفات اللي هو فيه. انا شفت قدامي بنت جميله، مؤدبه، متعلمه، مثقفه، ممكن تنفع ابني. تمام، فبالتالي انا بسال مين دي؟ دي فلانه. طب ماشي اوكي، بنتي مين؟ بنت فلان. طب انا بروح لابني بقول له في انا شفت كذا 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 كذا، فبيشوفها. الجواز ده بينجح خلي بالك، ويبقى ناجح جدا. ليه بقى؟ لان معلش انا اسفه، اغلب البنات والشباب دلوقتي
بيعرفوا بعض وبيخرجوا مع بعض وبيقعدوا ممكن يقعدوا 4 5 سنين مع بعض خروج وفسح على امل ان انا كتيره فعلا انا بقول لك على امل ان انا هخطبك على امل ان انا هتجوزك على امل على امل ممكن تحصل اي مشكله بينهم هما الاثنين ومشاكل تافهه جدا تلاكيك زي ما بيقولوا شكرا سلام سلام فده ما فيش قيود ليه ما فيش روابط هو بيرتبط بيها السوشيال ميديا دكتور السوشيال ميديا ليها تاثيرها ان بعض الجوازات فشلت اكيد طبعا اكيد ده سبب من اسباب اللي هي بقى ايه مخاطر السوشيال ميديا ما هو انا عايزه برضه اتكلم في حاجه يا دكتور هو احنا ليه برضه بناخد المخاطر ما ناخد الحلو اللي في السوشيال ميديا لا ما انا هقول لك حاجه للاسف احنا فكرنا وثقافتنا ما بتخليناش نستعمل السوشيال ميديا صح نهائي تمام في ايه بقى في ان انا داخله على جروب انا في ناس كتير قوي دخلوني على جروبات والله حقيقي بس انا بخش حب استطلاع يعني تبص تلاقي الجروبات دي كلها بتتكلم عن السيده المطلقه واني لو جوزك مش عاجبك اتطلقي أيوة ولو جوزك مش عاجبك أيوة بالسلامه طب ما فكرناش في الجروبات اللي هي اللي بتصلح البيت ما فكرناش فيها ما شفتش لا ما شفتش جروبات بتصلح البيت وبالتالي تخش تلاقي الست تخش على الجروب تكتب مشكلتها انا جوزي بيجي متاخر ومش عارفه ايه وايه اللي تخش تقول لها اتطلقي واللي انا ما لقيتش انا دلوقتي بتوجه توجيه خاطئ ودلوقتي معلش انا اسفه فكره الطلاق بقت سهله زمان كانت فكره الطلاق دي كانت حاجه من رابع المستحيلات ان الست حتى لو هي تعبانه في حياتها ان هي تفكر فيها كانت تقول بقى استحمل واعمل ومش استحمل عشان الاولاد تستسهل فعلا دلوقتي البنات بتبقى لسه متجوزه سنه واتنين بس هي هنا في حكايتنا بدون مقاطعتك يا دكتور هي هنا في حكايتنا قالت له ما تطلقنيش بس هي هو اللي صمم ما تطلقنيش ما انا اقول حاجه ليه ما تطلقنيش عشان هي عندها اولاد في بقى بتفرق ما انا بقول لك بتفرق بين الروابط والحب والاحتواء في ست بتحب جوزها قوي بتحب بيتها قوي وبتبقى شايفه جوزها فيه عيوب كتيره جدا وبتبقى شايفه ان استحاله اي ست تاني تعيش معاه او تقدر تستحمله تيجي بقى لتستحمله وهو بيبقى عارف لا ما بتجيش اللي بتستحمله خلي بالك دي بتيجي ازاي تدي له على دماغه امال دي جت ازاي تيجي ازاي بقى هقول معلش اصل دي جت ازاي يا دكتور انا مش بهاجم الرجاله لا 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 بس انا بتكلم من ما دي جت ازاي يا دكتور احنا بنقول هو شخصيته صعبه جدا ما انا هقول لك حاجه صعبه جدا انت لقيت زوجه قعدت معاها كام سنه وخلفت منها وعشت معاها معنى كده ان احتوتك معنى كده ان احترمتك معنى كده ان خلفت ولادك وربتهم تكرم طبعا يعني تكرم طبعًا. حتى لو فيها عيوب المفروض ان انا ببقى اشوف عيب في زوجتي باجي لا معلش انت لبسك كده مش بس هو ده لو كان عايز يصلح هيقول انت فيك عيب ده هو بقى مش عايز يصلح انا مش عايز يصلح وبيتجه بقى اتجاهات تانية شاف سعادته بقى تانية. شاف سعادته لا هي مش سعادته هي اهواء من وجهه نظره هي نزوات واهواء بس بيجي فتره عليه وبيفوق من النزوات دي برضو في زوجه ممكن بتقبل النصيحه من جوزها وفي زوجه لا هقول لك يعني بتاخدها كده بتكبر بقى او ايه ده ومش عارفه ايه تلقي النصيحه يعني أنا حسب اللي بيقولها حسب اللي انا النصيحه بستقبلها ازاي او انا جوزي بيقول لي نصيحه ازاي ما انا ممكن جوزي يجي يقول لي ايه اللبس اللي انت لابساه ده بتجريح اللبس ده ما ينفعش ده لبس مش عارفه ايه وبصر ايه ولا ايه طبعا انا جوايا هقلعه وكل حاجه وانا بس هتتعور بس من جوه جوايا مش راضيه هتتعور مش هتتجرح في زوج يقول لها ايه لا لا انت لو لبستي كذا هيبقى فظيع عليكي او طويل عليكي هيبقى حلو قوي الحشمه بس يا دكتور بقى هو نادرا مش هتلاقيه هو اسلوب تعامل بقى يا دكتور هو اسلوب تعامل عارفه حضرتك بتقولي كده ده هم لو شاريين بعض هيحاولوا الاثنين لان زي ما بقول يديله سعاده هيديكي سعاده أكيد. يديله اهتمام هيديكي اهتمام عشان كده بقول شديه بس هي بقى حاولي بس معاه احنا الزوج على فكره يستاهل ان احنا نشده يستاهل عشان ده بيتنا ده حياتنا الزوجه ما تستاهلش تستاهل هي طبعا هي الزوجه اساس البيت ما هي عشان اساس البيت وهي عمود البيت انا بقول كده طب ليه مطلوب من الزوجه ليه مطلوب منها دايما ان هي اللي تلبس وتتجمل وتحتوي وتستنى وتعمل كل احنا زهره جميله يا دكتور ماشي ما هي الزهره الجميله دي محتاجه اللي يراعيها محتاجه طبعا اللي يراعيها لا انا معاكي طبعا لا معاكي طبعا انا كمان زوج طبعا يتشيك ويلبس برده عشان انا برده ما انا ست وليا نظر وهو ليه نظر طبعا طبعا فانت عشان تجمل نظرك انا محتاجه كمان اجمل نظري فبصي انت بتتكلمي عن في نوعيات كتير قوي من الرجاله وفي نوعيات كتير ما بعممش ده لا طبعا يعني. لا طبعا في رجاله بتحتوي الزوجه وبيشوف مشاكلهم ايه وبيحلوها وده الجواز الناجح اللي الحمد لله بيستمر بالسنين يعني او ممكن الزوجه والزوج بيبقوا شايفين عيوب بعض بس بيحاولوا ان هم ايه ما يزورهاش
ما بتظهرش قدام في برضو الناس. زوجات مهما الزوج يعمل لها يجيب لها ما بترضاش، هي مش راضيه اساسا، او هي شايفه ان ده يعني انت ده واجب عليك. من الاخر ده واجب، ايه يعني جبت لي كذا، ايه يعني عندي عربيه، ايه يعني، لا ما في غيرك ما عندوش، ما انت لازم برضو هي تبص الاقل منها أكيد. عشان انا اعرف اعيش كويس واعرف النعمه اللي معايا، وانا بقول لك اهو لازم تبص الاقل منك عشان تعرفي انت ربنا ميزك هنا حتى بايه. ده حتى العربيه اللي معاكي دي نعمه، اولادك نعمه، بيتك فعلا نعمه، يعني بيتك حتى ان هو سجاجيد وستاير والدنيا لطيفه. في ناس يا دكتور ما عندهاش كده، بس احنا دايما بنتطلع ان احنا عايزين نبقى احسن بقى، يعني لا انا ابص دي وابص دي. عشان كده انا حاسه، مش حاسه، ده هو السوشيال ميديا ده خراب، احنا ما بناخدش منه غير بس تقبل المشكلات وان احنا نزودها. اكيد طبعا مفيش حل يا دكتور. اكيد. والاصحاب والاصدقاء، انا ببقى ليا صديقه عندي بتبقى مثلا زوجها معلش مقتدر شويه، جايب لها العربيه، الفيلا، مش الفيلا، الشقه المتوضبه اخر توضيب، مش عارفه ايه، فببتدي اقول طب انا ليه ما عدتش الحياه دي؟ طب ليه انا ما اتجوزتش راجل فتبتدي بقى الكره، ويبتدي بقى نظره للزوج ان هو مش 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 مكفيني، مش هو اللي جايب لي، مش هو اللي، مش هو ده اللي انا كان ممكن، يعني كان ممكن اعيش احسن منها. فبتبتدي بقى انا دايما بقول قارني نفسك بنفسك، ما تقارنيش نفسك بغيرك. يعني انت ليه ما بتبصيش لنفسك؟ انا السنه اللي فاتت كنت ايه؟ عايزه السنه دي اكون ايه؟ لكن انا ابص لعيشه غيري، والله هتفضل طول عمرك تبص لعيشه غيرك. أكيد طبعا. ومش هتنبسط ولا أكيد. هتبقي راضيه. لكن بص لنفسك، انا السنه دي، السنه اللي فاتت عملت ايه؟ طب السنه دي انا عايزه اكون ايه؟ يا دكتور، وايه المانع ان احنا، معلش اسفه يعني، ان احنا لما يتقدم لبنتي زوج محترم وكويس وعلى خلق ودين وظروفه الماديه ما تسمحش، ايه المانع ان احنا نتقبله ونقف جنبه ونسنده؟ ليه؟ لان احنا بنبني اسره. لما يكون بنتي او جوز بنتي او ابني، او ابص مثلا انا بتقدم ل عريس بيتقدم لبنتي، معاك مرتبك كام؟ ده اول سؤال على فكره بتسال. انت مرتبك كام؟ ايوه صح. انت شقتك فين؟ انت العربيه دي بتاعتك ولا بتاعت باباك؟ هي الدنيا دي. طب ده اللي انا اقول لحضرتك عليه، انت ان البنت دايما بعد ما تتجوز بتروح تحكي كل حاجه لمامتها. حضرتك شايفاه ايه من وجهه نظرك؟ ده صح ولا غلط ان انا اقعد احملها كده؟ ده صح ولا غلط؟ هو صح لو الام على درايه وعلى فكر وعلى ثقافه ان هي تخلي بنتها زوجه صالحه، بس ان انا ابقى كشف حياتي قوي كده يا دكتور؟ لا، هي مش مساله كشف حياه، هي بتبقى احسن ما تقول لحد تاني يخرب حياتها. هي الام طبعا هي احسن حضن للبنت ان هي تحكي الاسرار بنتها، بس هي بتزعل الام دايما لو بتزعل، بس ده جوزي عمل فيا كده. لا، ما هي هتقول بتزعل. بس ده ضربها بظهر، هي بتزعل جواها. ما انا ابص بقى يعني، ما انت لما تبصي للموضوع ممكن تكون بنتك هي اللي غلطانه، لان البنت عامه في اول سنه جواز دي اخطر سنه. طبعا انا بعتبرها اخطر سنه. ليه بقى؟ لان اول سنه جواز ديت انا بنتي المفروض ان انا باهلها يعني ايه زوج، يعني ايه بيت، يعني ايه انك يبقى زوجك جاي من الشغل تحتويه وتراعيه وتشوفيه. هم بيبقوا مفكرين ان الجواز على طول فتره الاجازه، الاجازه الزوجيه، مفكرين انه لعب وخروج شهر العسل. مجرد ما دخل الزوج الشغل او بدا ان هو يخش مجال عمله بتبتدي الصدمه بقى. هي بتبقى لو هي حتى ما بتشتغلش وقاعده في البيت، بتبتدي بقى قاعده طول النهار، طبعا هو مش موجود، بتشغل دماغها عليه بقى، بيرجع تعبان ولا ايه؟ طبعا. لا عليه مش ليه. بيرجع تعبان، محتاج يريح. طبيعي طبعا، محتاج يريح، محتاج يقعد شويه. اعرف ناس بدون مقاطعتك يا دكتور تقول لا نخرج انا ماليش دعوه. ايوه، هي ده بقى الغلط. طب يا ستي ما كان شغالك على فكره. ده الغلط. عشان بس ما حدش يزعل مني. والله على فكره ما كان في شغله، والله هو شغالك. أيوة. لا انت ما بتخرجنيش. طب ما تحددي ست يوم لما يبقى في يوم اجازته، واقولها له بطريقه كمان شيك، مش لازم اقول له لا انت مش لازم تخرجني، مش انت لازم، انا تعبت. انا لا، ايه رايك يا حبيبي المكان ده مش، يلا نروح نشوفه او يلا نتمشى واشوف هو نفسيته ايه. لان لو الزوج راعى الزوجه، حتى لو بتعمل وراعى ظروفها كامراه عامله وهي راعت برضو الظروف دي، صدقيني الحياه تبقى كويسه جدا. انما المشكله كل واحد بيفضي اعباء عايز ياخد الاخر. ايه رايك يا دكتور سهام في الجواز في بيت العيله؟ صعبه شويه السؤال ده. لا هو مش صعب، صعب شويه. انا عارفه صعب. صعب؟ لا مش صعب. هقول لك حاجه، هو بيت العيله مش وحش. بيت العيله مش وحش. بصي بقى، انا بيت العيله بالنسبه لي ده جنه. يعني هو الونس، هو الونس، هو الونس والحضن الدافي من وجهه نظري، بس على اساس ان ام الزوج او الحما، مع اني ما بحبش كلمه حما دي، انا جوز بنتي ما بقولش ما تقول، والله هو المفروض امي الثانيه. ايوه على طول كده. المفروض طبعا طبعا، الا بقى لو هي
سلوكها واسلوبها مع مرات ابنها يبقى زي بنتها بالظبط. يعني لو اي ام بتعامل جوز بنتها زي ابنها صدقيني الحياه تنجح. بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان انا لما يجي عريس لبنتي معاك ايه وهتجيب ايه ومش... طب شوف انت لما تاخد ابنك وتروح تتقدم لبنت ما هي زي بنت هتتحط في نفس الموقف، انت انت هترفض حاجات هيقولوها لك، هترفض حاجات معينه عايزينها منك، طب ما تحط نفسك في نفس الموقف. صح صح صح، خد بالك. هنا بقى الحما او مرات الابن لو هي محتويه البنت وبتعاملها زي بنتها والدنيا جميله جدا، هتبص تلاقي الحياه تمشي. انت عارفه يا دكتور ان احنا ثابت العيله بيتوقف على الحما او على ان هي تحتوي الموضوع كله. صح، هي ست البيت بقى وهي اللي تحتوي الدنيا. اكيد طبعا. يعني انا مش عارفه، في بعض الدول العربيه شايفه ان الجواز ما بيبقاش مكلف زي ما احنا هنا في مصر، يعني شايفه هنا ان لازم. لا والله، من بنشوف ان الست هنا بتتكلف بشكل فظيع جدا. في بعض الدول العربيه الراجل بيبقى هو اللي بيتكلف بكل شيء، يعني بمعنى اصح تدخل بشنطه هدومها. هل التكلفه الكتيره دي وان احنا يعني بنكتر قوي في المواضيع ولازم مش عارفه كذا طقم كذا ولازم ونعطل الجوازات، معلش دي انت بتتكلمي في ثقافات مختلفه وبتتكلمي في حياه اقتصاديه مختلفه. انت احنا بنصعب برضو الموضوع يا دكتور. احنا بنصعبها هنا بصراحه. ما انا لسه كنت بقول لك من شويه، لو جوز بنتي اللي بيتقدم لبنتي ان هو انسان على خلق ومحترم وظروفه الماديه لا تسمح بالهيلمان اللي بيطلبوه ده كله، لا المانع ان انا احتويه وعلى قده واحده واحده، ما فيش حد بيطلع مره واحده، بالعكس اللي بيبتدي في حياته وبياخدها واحده واحده ده بينجح في حياته جامد جدا. طيب حضرتك شايفه هنا ان القصه رغم ان هي يعني مؤلمة شوية، ده رزق بتاع ربنا طبعا، ان هي ما شاء الله لو اكبر جابت الولد وجابت البنت، برضو دول ما قدروش ياثروا على الزوج شويه؟ لا، ده في ازواج بيبقى رجاله كبار وعندهم ولاد كبار ومتجوزين، يعني قصدي اقول ان في ساعات ناس بتتلكك ده انت جايب ده بنات بس ده مش عارف، انما انت ربنا كده اطعمك بولد وبنت والكلام ده كله. هل الحاجات دي مش عارفه اقولها ازاي، بس مش عارفه تمسك الزوج شويه، مش عارفه. انت بتتكلمي في ايه بقى؟ في تقاليد وعادات دينيه واصول جوه البني ادم. في ايه بقى؟ يعني في بعض من الرجال بيحبوا بيوتهم قوي ويحبوا اولادهم قوي وبيخاف، ودي على فكره موجوده اكيد، وبيخاف جدا ان هو يجرح ولاده مهما كانت مش زوجته، بيبص لاولاده. ممكن تكون زوجته معلش شيطان رزين. ليه بقى؟ ده ستات حلوه. لا ما انا مش بعمم، لا انا عارفه، كل انا عارفه كويسه دي مداعبه. وفي وقت الوقت يقول لا انا يعني ما ينفعش ابني اكثر بخاطره او بنتي اكثر بخاطره. بيبقوا باصين لده قوي، ولادي يطلعوا ويبقوا مشتتين يعني، فاهم. وفي رجاله لا ما بيهمهمش نهائي، ويبقى عنده رجاله كبار وبنات كبار ومتجوزين، وبص تلاقيه بينفصل ويتزوج ويبقى عايش حياته تاني خالص، وبينفصل نهائي عن الحياه الاولانيه. طيب هي هنا غلطتها يا دكتور زي ما قلت ان هي يعني مش عارفه اقولها ازاي، برضو ان هي بصت فعلا في التعامل معاه ان هي وامه بس. يعني انت بداتي انت وفرتي وعملتي وعملتي وراح اتجوز، تمام. الفكره في ايه بقى؟ ان هي الست، ما انا هقول لك حاجه. الفكره ان الست عامه لما بتبقى حابه جوزها وبتبقى شاريه قوي، فبتبص تلاقيها بتنسى نفسها. فبتبتدي بقى ايه الحياتيه بقى العاديه، الحياه الاسريه العاديه، تبتدي لو شايفه جوزها بتلغي الست يا دكتور، هي بتلغي نفس يعني بتلغي الانثى اللي جواها، الحاجه الحلوه اللي جواها دي بتقفلها كده خالص. مش بتلغيها ولا لا، مش بتقفل، ما فيش ست ما فيهاش حاجه حلوه عشان تبقي فاهمه، حتى لو هي ايه لازم جواها حاجه حلوه. بس هي الفكره في ايه؟ زي ما بقول لك، هي بتبقى شاريه جوزها قوي ونفسهم يطلعوا مع بعض ونفسهم يبقى عندهم ان هم يبنوا بعض يعني ويطلعوا الكلام ده كله. هي عمود البيت، هي كأم هي اللي بتبني، هو بيشتغل وبيجيب ويوفر، هي اللي توفر وهي اللي تعمل بيت وتبني ولاد، واخده بالك؟ فبتنسى نفسها شويه، ما بتهتمش بنفسها، بتلبس اي حاجه، خلاص بقى احنا خلفنا خدنا على بعض، خدنا على بعض خلاص. الحياه بقت عاديه يعني. بس هو الراجل بما انه خرج يعني هو في مجال عمله، ما هو بيشوف، ما هي بقى بيشوف ده. ما هي دي بقى الغلط. ليه بقى؟ لما انا لما اتجوزت هل هي شكلها زي دلوقتي من كام سنه بعد ما خلفت؟ طب ليه انا ما كرمهاش؟ ليه انا ما سعدهاش؟ ليه انا ما اشوفش هي عملت ليا ايه؟ اللي بنيتهولي وعملته هي حته انانيه برضه، فاهماني؟ ليه انا ابص لواحده اجمل منها؟ ما فيش اجمل منها، عشان تبقي فاهمه. زوجتك اللي في البيت دي ما فيش اجمل منها، انت ليه تبصي لواحده اجمل منها؟ لابسه وعامله ماشي اوكي، في الاخر برضه
هتقعد في البيت بقى تشوفها برضو كده باللبسها. عارفه يا دكتور يعني الغريب هنا في القصه ايه؟ ان هو كان عايزها حد متدين واللي اتجوزها جديده ديت يعني مش لا مش حاجه مش يعني مش عراها والكلام ده كله. هو ايه اللي حصل له؟ يعني ايه اللي خلاه يعني من وجهه نظر حضرتك ايه اللي خلاه بعد ما كان عايز حد متدين والكلام ده كله ومنقيها يعني تمام؟ ان هو في الاخر لما اتجوز واحده ثانيه بالشعر والشكل والكلام ده ما عندوش مبدأ. ايه اللي حصل؟ ما عندوش مبدا. ولا هو كان عايز ام الاولاد كده بالشكل ده؟ ما هو اتجوز يمكن واحده ثاني، ما هو عشان يتجوزها ما كده تبقى ام. فدي بقت ام الاولاد بقى خلاص، دي بقى للثانيه للشكل واخرج بيها واتفسح بيها؟ ممكن. ما هو ده بقى ما فيش مبدا في حياته. ده معلش بني ادم مش عايش مبدا. انا مبدا زوجتي او اللي هتربي ولادي عايزها بنت اصول محترمه تشني تعني، ولما تشني وتعني وتعيش على الحياه وظروفي اللي هي اتكيفت عليها وخلاص عاشت عليها، ابص الاقي جوزي اللي انا بقى عملت ده كله عشانه. هي صدمه كبيره طبعا بالنسبه لها. هي صدمه كبيره. بس انا هقول لك على حاجه، خلي بالك وثقة في الكلمة دي، هو هيرجع. أنا بقول لها لا مش بقى مش كلهم. لا لا والله. هو لما يدوق ويشوف الدنيا كويس وياخد بس المتعة بتاعته زي ما بيقولوا الكلام ده كله هيرجع لك تاني، لأن أنت عملتي له البيت، أنت اللي أسستي له البيت وولاده والتربية والكلام ده كله. بصي هو الإسلام الحمد لله كرم المرأة في اختيار الزوج وفي عدم الاستمرار معاه. واخدة بالك؟ كون إن أنا لما ألاقي زوجي مش ما بقاش معايا يعني بتقول له طب خليني على ذمتك. ما انا بقول لك هي الماني قوي. الماني قوي الكلمه دي. هي مش خلاص بقى هي استقرت. طب هو ايه اللي ما خلاهوش سيب بس من الزوجه الثانيه انها قالت له لا انا عايزه ابقى لوحدي والكلام ده كله، ايه اللي ما خلاهوش فعلا يخليها على ذمته؟ هل خايف من حقها عند ربنا؟ ليها حقوق اكيد طبعا. اكيد هو مش مساله خوف. زي ما انا بقول لك ما عندوش مبدا في حياته. ان انا معلش يعني اولا خلصت من مسؤوليتك وخلاص. خلاص بقى شكرا، اشوف بقى حياتي واشوف نفسي و... طب انا هقول لك قصه، القصه دي يعني غريبه قوي. اتفضلي يا دكتور. كان في واحده متجوزه ابن خالها واتجوزوا وعاشوا وخلفوا حياه زي ما انت ما بتقولي، ودي نفس القصه برضو، اتجوز واحده غيرها تاني وعاش معاها سنتين سعاده. جه جات له جلطه وحصل له شلل. الزوجه الثانيه ما استحملتوش. هي واخدها على الحلو. هي واخدها على الحلو. رجع لمين؟ للقديمه. لا ما اتطلقت منه. اتطلقت منه. امال عمل ايه؟ رجع لاخواته بيته، فهم بيروحوا لها عشان ترجع له، فبتسالني ارجع له ولا ما ارجعلوش؟ حسب اصلها. ارجع له ولا ما ارجعلوش؟ حسب التربيه بتاعتها. بعد ما طبعا رجع لها مشلول تعبان وما بيتحركش وعايز بقى حد يخدمه. فقلت لها دي ترجع لك انت. صح. انت اللي هتعيشي، انت اللي هتعيشي معاه وتخدميه، لان انت بتخدمي هيبقى طفل رابع. انت بتخدمي طفل رابع. مش 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 الموضوع قصص كتيره. لا هي كتيره. لا احنا معانا يعني كل حلقه ان شاء الله هتبقى حكايه جديده ومش هنشبع من الحكايات. الحقيقه مواويل. بس انا كنت اتمنى والله ان حياتها ما تنتهي، يعني الموضوع مش عايز اقول تنتهي يعني، بس الموضوع انتهى بالشكل ده مش لطيف، وانا مش حابه ان هم يدخلوا حتى في مشاكل. يعني حتى هي دلوقتي بتسال طب النفقه، طب مش عارفه ايه، طب هعمل ايه. كل الخوف هنا ان احنا بقى نرفع قواضي على بعض والكلام ده. انا بصراحه مش حباه. يعني ليه دايما زي ما بقول كده كل ما بيحصل ان العلاقه ما اكتملتش بيبقى انت بتتكلمي على عداء. لا انت بتتكلمي على اساس انت بتشتغلي او ليكي دخل او مرأة عامله بيبقى ليها دخل. فما بتفكرش في اللجوء للمحاكم فما بتلجألهاش. انما في سيدات تاني بيبقوا متزوجين وما بيعملوش، فهتجيب منين وسنها كبر ومش لاقيه هتصرف على اولادها منين، وهم بيبقى شغالين يعني مرتب على الاقل تاخد منه اي حاجه تصرف عليها على البيت، فهي بتلجا لكده لان هي ما عندهاش دخل تاني، ما عندهاش مايل تاني. دايما برضو بينتقدوا حته ان الست لما بتشتغل بقى بتستقوى بقى تبقى قويه ومش عارفه ايه. حضرتك شايفه في الحياه دلوقتي لازم الست برضو تكون فعلا بتشتغل على الاقل عشان تقدر تعين بيتها او اولادها، او لو حصل مشكله زي ديت فعلا ما تقعدش مستنيه الحسنه بقى من هنا او من اخوها مثلا يجي يديها واختها تيجي مش عارفه ايه. شايفه ان الست برضو تعتمد على نفسها شويه؟ اكيد طبعا لازم تعتمد. ما ترميش كده كل الحمل. صح ولا طبعا ايه؟ طبعا. لان بصي انت داخله حياه او البنت داخله حياه ما تعرفش ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ فانا دلوقتي سلاحي ايه؟ ان انا اتعلم واكمل. احنا بنعلم بناتنا واتجوزوا بس، وكاننا بالظبط بنعلم البنت دي عشان بقى في ايه بقى؟ ان انت بتسيب اختيار شغلها للزوج، فهو ممكن يتحكم فيها. لا مش هشغلك. لا مش عايزك تشتغلي.
بصيغه لا انا غيران عليكي مش هشغلك، لا انا مش عاجبني ان انت تنزلي وتقعدي مع الناس في المكاتب ومش عارفه ايه. لا طب ما انت يجي لها بقى بالسكه دي، هو بقى يقعد في المكاتب هو بقى يقعد في المكاتب يبص براحته ويشوف براحته ويتجوز براحته، صح كده؟ ما هو ده بقى الغلط. انا بسمح لنفسي، وده اللي بتقولي عليه بقى ان ايه، بمشي وراه وفي الاخر بتحصل مشاكل، وانا بعد كده سني كبر فمش هعرف اشتغل. دي المشكله. هبتدي بقى ان انا اعمل شغل خاص ليا، هبتدي بيبقى صعب طبعا لان هي قاعده هي كانها هتبتدي حياتها من جديد. عشان كده انا بقول لها معلش ابتدي حياتك من جديد، حبي نفسك بس الاول طبعا، يعني بس حاولي، بس يا حبيبه قلبي حاولي بس تحبي نفسك الاول عشان والله حابه نفسها جاية. والله حابه نفسها وحابه الدنيا، عايزه حد يحبها هي البنت. ايوه ما انت بتتكلمي على اساس ان لا انا خايفه دلوقتي ان هي تحبط، لان هي دلوقتي اكيد مضايقه جدا، واحد قال لها لا كمان مش هتبقي على ذمتي. لا هو ده بقى معلش انا اسفه لو دي قصه فعلا. لا شكرا، لا دي قصه فعلا، لا يبقى لا شكرا. بصي انا بقول اهو قدام الساده المشاهدين يا جماعه، الحكايات اللي احنا بنجيبها لا يبقى من واقع الحياه، يبقى انا بقول لها لا ده شكرا، طالما اتجوز غيرك ولجأ لغيرك ومش عايزك كمان، يعني انت شارياه وبقي وعايزه تبقى على ذمته، بقول لك لا يبقى انا لا شكرا، ابتدي حياتي واربي ولادي. شوف نفسها بقى الاول، حبي نفسك بس الاول اكيد، ورجعي نفسك، يعني نفسك اللي انت دفنتيها دي عشان توفري له فعلا، وعشان مش عارفه البيت وعشان الاكل، حبي نفسك بس الاول عشان تقدري تحبي ولادك وتحبي بيتك وتحبي الاخرين. وحاولي طبعا تنزلي يعني شغل برضو وموضوع الحياه. بصي اقول لك حاجه، دلوقتي المجالات كتيره جدا قدام السيدات، حتى لو في البيت، لو والله هتعمل مشروع بسيط جدا وهي في البيت وهينجح، لو هتعمل مشروع مثلا مش عيب يا دكتور، لا مش عيب اي حاجه. في ستات لما بيحصل لهم اي مشكله اقوياء بجد وحلوين بجد، بتعمل اكل في البيت وده مش عيب. لا ده شايفه ده شغل وربنا يربي عينها. 50 و60 سنه بيجوا بيقولوا عايزين نعمل مشاريع، يعني ما شاء الله عليهم. لو هيعملوا مشروع اللي هو الصابون السائل، بيجيبوا الخامات يعملوا يا دكتور وبيعملوها وبينجحوا. يعني دلوقتي ما بقاش في حاجه مستحيل، ما بقاش في زي زمان ان لا ما انزلش لا ما اعمل. لا دلوقتي الست لو عايزه تعمل اي مشروع ايا كان هيتعمل وهتنجح فيه، مفيش حاجه مستحيله دلوقتي. لا 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 ما انا شايفه ان مفيش حاجه اسمها عيب، ما دام انا بشتغل شغل صح، ما دام مفيش حد بيتعرض لي، ما دام انا هنا من حقي ان اشتغل، من حقي ان انا فعلا احقق ذاتي، ادخل دخل زياده. حتى يا ستي لو هو فعلا بيبعت لك فلوس مفيش اي مشكله، زودي لنفسك انت بقى، يعني دي اكيد طبعا. ما انت مش هتقعدي بقى على الحال اللي انت عليه، مش هيبقى فيك دي. لان في ستات يا دكتور والله وانا شفتهم يعني بعيني، بعد ما بيحصل موضوع الانفصال ده لا قدر الله، الست بتضعف قوي وبتحس ان هي تعبت وكبرت، وتحس ان الراجل ده فعلا، انا بقول هو حياه فعلا الراجل، بس خلاص هي ما بقتش صح. ما هي بقى في ستات كده فعلا، حياتها بتتدمر، ستات بتقوى، حياتها بتتدمر، وفي ستات احنا عايزين الست اللي تتقوى بقى، بتبقى من كتر ما هي بنت، ومن كتر ما هي عملت، ومن كتر ما هي خدت من صحتها وخدت من وقتها وخدت طبعًا من جمالها طبعًا وخدت من طبعًا من حاجات كتير قوي في حياتها، وخلاص كبرت سنها خلاص، يعني لا هتنفع بقى تعمل حاجه ولا هتنفع. فدول بقى اللي بيبقوا جواهم حزن انت ما تشوفوهوش. ليه بقى؟ لان انا اديت كتير وعملت كتير وفي الاخر ما لقيتش شكرا، حتى ما لقيتش شكرا. انما بقى في ناس بتتطلق وبتقوى وبتبقى احسن من الاول وبتشتغل ويمكن بتظهر وبتحلو اكتر من الاول. والله شفناها، والله شفناها يا دكتور. بس ده مش معنى، مش معنى ان احنا نشجع على الطلاق، لا طبعا، لا لا مش معنى لا كده. لا لان انت مش كل عيب في الزوج هناخده محمل ان ده عيب، لا انت فيك عيوب، لا ما هو كلنا فينا عيوب، فينا عشان كده انا بقول هو لو في عيب لازم نشتغل على ده، لو أنا لازم نصلح ده. لو عيب هقدر اتحمله وعيب هقدر ان انا احتويه واستحمله، مفيش مانع، مفيش مشكله، حقي ده، حقي ده بيتي، ده حياتي فعلا، ما جيش على اتفه سبب وقف عليها. لا خلاص لا لا لا، في ستات النوعيه ديت فعلا، يعني السبب بقى يبقى تافه جدا، تقول لك لا ده بيعمل ده بيعمل. طب يا ستي ما تحاولي بس معاه، الحياه تستاهل ان احنا فعلا نحاول ونشتغل. بس تحاولي، بقول لك حاجه، ما هي المشكله في ايه بقى؟ ان انا من الاول ببقى شايفه عيوبه، والاسره بتبقى شايفه عيوبه، زي ما احنا قلنا ان احنا اللي بنكذب على نفسنا هنا. بيتجوزوا وبتحصل مشاكل، بيحصل طلاق، وبيبقى في حمل او بيبقى في اولاد، ودي المشكله. انا كاسره بشوف عيب وعيب ما ينفعش ان هو يتعالج حتى لو بعد الجواز، لا شكرا، انا ما احطش بنتي في مكان ما ينفعش. حلقه جميله قوي وعجباني قوي، والله جميله قوي وعجباني جدا. وعايزه دكتور سهام الجميله بتاعتنا تقول لي بقى النصيحه الاخيره في البرنامج. النصيحة الأخيرة في البرنامج إن أتمنى إن الأسرة ما تتدخلش في في
في اختيار الزوج او الزوجه. اتمنى كده، واتمنى ان كل ام وكل اب يتعاملوا مع زوج بنته او تتعامل مع مرات ابنها كانهم ولادهم. صدقيني والله، لان اغلب المشاكل بتحصل من الاسر. لان بيبقى في، انا زي انت بتقولي بتيجي ماما مش عارفه ايه بيعمل كذا، انا بقى كأم لو ما عنديش الحكمه وما عنديش ان انا بنتي دي حاجه بسيطه، لان انا خلاص عديت بده كله بمراحل، فلا يا حبيبتي استحملي معلش خلاص انا يعتبر كذا تجربه واعملي كذا واعملي كذا. في ام تانية لا ما ينفعش، لازم تطلقي، ده لازم يحترم نفسه، لازم فاهم. هو بتبدا بقى المشاكل والطلاق من كده. فانا اتمنى ان كل ام اما بنتها تجي لها بمشكله وتقول لها ان في مشكله تبقى على ثقافة كويسة، ان بنتي لازم تعيش حياة كويسة، واديها الخبرة بتاعتي اللي انا مش عارفة اعملها. يا رب يا رب يا رب يحفظ بيوتنا كلها يا رب، كلنا يا رب بيوتنا تتحفظ وتبقى جميلة، وتبقى بس لو مشينا بس على ديننا صح كده وفهمناه، والله لو فهمناه تبقى الدنيا جميلة. اصفر بذات الدين. طبعا طبعا الدين حياة، والله يا دكتور الدين حياة بس نبص له. بشكر الدكتورة الجميلة سهام ناصر الخولي، شرفتني وسعدتني ومبسوطة قوي قوي ان انا معاكم النهاردة، ويا رب نكون استفدنا من حكايتنا النهاردة، وألقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء الساعة 12 الظهر في حكايات نور إن شاء الله.